بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس التاسع. هذا فأر. ها حرف يدل على التنبيه، مبني على السكون، لا محل له من الإعراب. ذا اسم إشارة للقريب، مبني على السكون، في محل رفع مبتدع. فأر خبر مرفوع، وعلامات رفعه الضمة الظاهرة على آخره. ركب أبي حصانه. ركب فعل ماض مبني على الفتح الظاهر على آخره. أبي فاعل مرفوع، وعلامات رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم. منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة، وهو مضاف، والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل الجر مضاف إليه. حصان مفعول به منصوب وهو مضاف، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. فتح سليم الشباك. فتح فعل ماض مبني على الفتح الظاهر على آخره. سليم فاعل مرفوع، الشباك مفعول به بالفعل فتح. فتح أخي الباب أو فتح أخي الباب. فتح فعل ماض مبني على الفتح الظاهر على آخره. أخي فاعل مرفوع، وعلامات رفعه ضمة مقدرة وهو مضاف، والياء ضمير متصل مضاف إليه. الباب مفعول به منصوب. هذا حماري وهذا مهر أخي. هذا اسم إشارة مبتدا، حماري خبر المبتدا مرفوع، وعلامات رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم، وهو مضاف، وياء المتكلم مضاف إليه. وحرف عطف مبني على الفتح، لا محل له من الإعراب. هذا اسم إشارة مبتدا، مهر خبر وهو مضاف، أخي مضاف إليه مجرور بكسرة مقدرة وهو مضاف، وياء المتكلم في محل جر مضاف إليه. ركب أبي الفرس. ركب فعل ماض مبني على الفتح الظاهر على آخره. أبي فاعل وهو مضاف، وياء المتكلم في محل جر مضاف إليه. الفرس مفعول به منصوب. التلميذ ذهب إلى المدرسة. التلميذ مبتدا، ذهب فعل ماض خبر، وفاعله ضمير مستتر تقديره هو، وهو عائد على المبتدا إلى حرف الجر يدل على انتهاء الغاية، مبني على السكون لا محل له من الإعراب. المدرسة اسم مجرور، والجار والمجرور وشبه جملة متعلق بالفعل ذهب. أنا فتحت الشباك. أنا ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدا. فتحت فعل ماض خبر مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، وهو عائد على المبتدا. الشباك مفعول به منصوب. افتح الشباك يا كريم. افتح فعل أمر مبني على السكون، وحرك بالكسر لالتقاء الساكنين، وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت. الشباك مفعول به منصوب. يا حرف نداء مبني على السكون، لا محل له من الإعراب. كريم مناضى مبني على الضم لأنه علم في محل النصب مفعول به لفعل النداء المحذوف، والتقدير أنادي أو أدعو. الحمار في الدار. الحمار مبتدا، في حرف جر يدل على الظرفية، مبني على السكون لا محل له من الإعراب. الدار اسم مجرور، والجار والمجرور وشبه الجملة متعلق بخبر محذوف في محل رفع. التقدير الحمار كائن في الدار. يوجد الذئب في الغابة. يوجد فعل مضارع مبني للمجهول، الذئب نائب فاعل مرفوع، في الغابة جار ومجرور متعلق بالفعل يوجد. أين تذهب؟ إلى المدرسة. أين اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب مفعول فيه، وهو ظرف مكان بالفعل تذهب. تذهب فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت. إلى
حرف جر يدل على انتهاء الغاية مبني على السكون لا محل له من الإعراب المدرسة اسم مجرور والجار والمجرور وشبه الجملة متعلق بفعل محذوف التقدير أين تذهب أذهب إلى المدرسة أين سعيد في الحديقة يلعب أين اسم استفهام مبني على الفتح في محل رفع خبر مقدم وجوبا سعيد مبتدا مؤخر مرفوع في الحديقة جار ومجرور متعلق بالفعل يلعب يلعب فعل مضارع خبر مرفوع ومبتداه محذوف وفاعله ضمير مستتر تقديره هو وهو عائد على مبتدا محذوف التقدير أين سعيد سعيد في الحديقة يلعب أنا قرأت الدرس أنا ضمير منفصل مبتدا قرأت فعل ماض خبر مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل وهو عائد على المبتدا أو تقول قرأت فعل ماض والتاء فاعل والجملة في محل رفع خبر المبتدا الدرس مفعول به منصوب أنت كتبت المكتوب أنت ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدا كتبت فعل ماض خبر مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل والتاء ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل وهو عائد على المبتدا المكتوب مفعول به منصوب اكتب المكتوب اكتب فعل امر وفاعله ضمير مستتر تقديره انت المكتوب مفعول به منصوب انا شربت الشاي انا ضمير منفصل مبتدا شربت فعل ماض خبر والتاء فاعل مرفوع وهو عائد على المبتدا الشاي مفعول به منصوب سليم فهم درسه سليم مبتدا فهم فعل ماض خبر مبني على الفتح الظاهر على اخره وفاعله ضمير مستتر تقديره هو وهو عائد على المبتدا درس مفعول به بالفعل فهم وهو مضاف والهاء ضمير متصل مضاف اليه في محل جر اركب الحصان اركب فعل امر وفاعله ضمير مستتر تقديره انت الحصان مفعول به منصوب محمود حفظ الدرس محمود مبتدا حفظ فعل ماض خبر وفاعله ضمير مستتر تقديره هو وهو عائد على المبتدا الدرس مفعول به منصوب المعلم دخل الفصل المعلم مبتدا دخل فعل ماض خبر وفاعله ضمير مستتر تقديره هو وهو عائد على المبتدا الفصل مفعول فيه منصوب أنت أخذت قلمي يا عبد الله أنت ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدا أخذت فعل ماض خبر والتاء ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل وهو عائد على المبتدا قلمي مفعول به منصوب بفتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة وهو مضاف وياء المتكلم مضاف إليه ياء حرف نداء عبد منادى مضاف منصوب لوز الجلالة مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة قام التلميذ قام فعل ماض التلميذ فاعل قعد المعلم قعد فعل ماض المعلم فاعل نظر التلميذ من الشباك نظر فعل ماض التلميذ فاعل من حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب وقد حرك بالفتح منعا من التقاء الساكنين الشباك اسم مجرور والجار والمجرور وشبه الجملة متعلق بالفعل نظر من فتح الباب أنا فتحته من اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدا فتح فعل ماض خبر وفاعله ضمير مستتر تقديره هو وهو عائد على المبتدا الباب مفعول به أنا ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدا فتحت فعل ماض خبر والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل وهو عائد على المبتدا من أخذ قلمي أنا أخذته من اسم استفهام مبتدا
أخذ فعل ماض خبر وفاعله ضمير مستتر تقديره هو وهو عائد على المبتدا قلم مفعول به منصوب وهو مضاف وياء المتكلم مضاف إليه أنا ضمير منفصل مبتدا أخذت فعل ماض خبر والتاء فاعل وهو عائد على المبتدا هاتي مسترتي هاتي اسم فعل أمر مبني على الكسر بمعنى أعطيني وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت مسترتي مفعول به منصوب وهو مضاف وياء المتكلم مضاف إليه أنت أخذته أنت ضمير منفصل مبتدا أخذت فعل ماض خبر والتاء فاعل وهو عائد على المبتدا خذ الكتاب خذ فعل أمر وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت الكتاب مفعول به منصوب أين الهر؟ الهر يأكل الفأر أين اسم استفهام خبر مقدم الهر مبتدا مؤخر الهر مبتدا يأكل فعل مضارع خبر مرفوع وفاعله ضمير مستتر تقديره هو وهو عائد على المبتدا الفأر مفعول به منصوب راكبة حصان راكبة فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بالتاء الفاعل والتاء ضمير متصل فاعل حصان مفعول به وهو مضاف وياء المتكلم مضاف إليه الهر يشرب اللبن الهر مبتدا مرفوع يشرب فعل مضارع خبر وفاعله ضمير مستتر تقديره هو وهو عائد على المبتدا اللبن مفعول به منصوب والله أعلم بالصواب.